عاشت مدينة سوسة على وقع عرسها السنوي، حيث تحتفل بالصيف وبمهرجان أوسو وكرنفاله المشهور الذي يعد من أعرق المهرجانات بالمنطقة المتوسطية. مهرجان أوسو ليس مجرد حفل استعراضي وموسيقى ورقص، بل هو تاريخ وذاكرة شعبية وتراث يلتئم سنوياً وفي ذات التاريخ منذ 58 عاماً. تميز العربات الكرنفالية واللوحات الاستعراضية التي شاركت بها مجموعة من الدول الصديقة والشقيقة، كذلك عديد الزوار الذين استبشروا بعودة هذا المهرجان بعد انقطاع تجاوز الثلاثة وأربع سنوات، ثم هذه الدورة الثالثة بعد هذا الانقطاع تكون قد انطلقت رسائل الحب، رسائل السلام، رسائل المحبة، رسائل الأمن إلى جميع أنحاء العالم. وتروي الأسطورة أن أوسو هو إله البحر أوغستينوس الذي يرعى المصطفين في الفترة الممتدة بين 22 من شهر جويليا إلى 13 من شهر أوت من كل عام. المصطفون الذين يؤمون البحر من أهاليها وضيوفها اعتقاداً منهم بأن السباحة شفاء ووقاية لهم من الأمراض طوال الشتاء وسكينة للرواح. يا بابا أوسو نحيل الدال نحسو. نمشيو للبحر الصباح بكري نقول يا بابا أوسو نحيل الدال نحسو، نعملوا غد صباح يا صباح ونروحوا قبل السامش معناها. يقول نمشيو للفجاري باهية باش يستباخذوا بها باش لا يمرضوا لا حتى شيء. في أوسو بالضبط كي في معناها الفلاح يبداو يترقبوا في صب نزول المطر باش ويستبشروا معناها ويبان لهم العام هذاك مش يجي صبا. هو إله البحر، يعني يقال أو يفترض أنه كان عنده أربع حصنة في البحر وعنده العربة متاعه وفي يده الرمح متاعه، وكان الناس يعتقدوا أنه الحيتان الكبيرة أو هناك عباد تغرق في البحر فيجي أوسو حسب الأسطورة هو اللي منع العباد، فهمتي ولا؟ حتى لا نقولوا حتى باش البحر ما يكرش العباد سوادي زوف، فكانوا يسبختوا به. ثم عبر تطور العصور وصولا إلى ما بعد نقولوا احنا الدولة العثمانية إلى جد سيدي بو جعفر، فأصبحت عادة من العادات يتبركون بها مع أهالي مدينة سوسة وفي شمال أفريقيا عامة. يعني أوسو هي شخصية معناتها تنجم تقول معناتها يونيفرسال، شخصية عالمية. تلقى العروسة في دينا يا بابا أوسو، وسوس وسو نحي الدال اللي تحسو. أوسو هو الأسطورة التي تعانق البحر وتبعث برسائل حب وسلام من خلال استعراض ضخم يقام على طول الطريق السياحي الكورنيش المطل على شاطئ أبو جعفر تحت أنظار آلاف الحاضرين ليكتسب أبعاداً ثقافية وسياحية وفرجوية. Thank you.
بينا نعملوا تشكيله نتاع باقه ورود، باقه ورود نوجهها للعالم، هي رساله باش نقولوا لهم انه راهي تونس من خلالها نحكي انه تونس تعيش في الامن والامان. الانجليز غادروا تونس، جروا معهم العديد من الوكالات الاصفار التي تنتمي الى جنسيات مختلفه، وبعودتهم باش تلعب دور القاطرة اللي باش تجر ما تبقى من الأسواق اللي ما زالت ما رجعتش لتونس. وهذا بالنسبة لنا حدث مفرح اللي يتزامن مع عيد الجمهورية ومع الاحتفالات بأوسو، وإحنا فرحتنا فرحتين نجمو نقولو. مشاركات لفرق أجنبية من دول عربية إفريقية وأوروبية أضفت أجواء احتفالية متميزة على مهرجان أوسو. ولعل ما ميز المهرجان هذه السنة عودة ليلة الشماريخ بعد غياب 7 سنوات لتنتشر الإبداعات الضوئية التي أنارت سماء جوهرة الساحل. آلاف الزوار من التونسيين والأجانب حطوا رحالهم ببرج خديجة، شط بو جعفر وباب بحر لمتابعة ليلة الشماريخ والتقاط صور لها لتبقى ذكرى لإحدى ليالي الصيف بسوسة التي تحتفي بطريقتها الخاصة بذكرى عزيزة على التونسيين، ذكرى عيد الجمهورية. جات في وقت فاش إدنا احنا ندوب مغزرنا كنا قواها كبيرة ومزيانة، كنا نخلة هيك كنا نخلة تهبط في التمر، خاصة الشماريخ الكبيرة عجبتني برشا برشا. أحلى حاجة ضويت لنا الدنيا، العبيد جيت من كل بلايس، وربي يخلي تونس. الأجواء رائعة رائعة جدا وما أروع. الله يخلينا تونس، تونس العروبة، تونس الجارة، تونس الإسلام، تونس الأخوة. ورانا إخوة وأشقاء، وانا زاهيين بتونس الخضراء. تونس هايله، تونس باهيه، ونحن نحبوها وان شاء الله كل ديما تقعد هكا. قال لي قطعنا عاده وان شاء الله كل عام وحنا حيين بخير. وتمتد الاحتفالات في الزمان والمكان من شواطئ أبو جعفر الخالدة التي طالما ألهمت الشعراء لنقاوة مياهها وسحر رمالها، إلى مرسى القنطاوي الذي يعد من أهم المرافق السياحية الترفيهية ببلادنا. مزيانة ياسر كما العادة، عائلات، موسيقى، جو. Good for families. It's beautiful country. يبقى الهدف هو إدخال حركية في مرسى قنطاوي وبعث رسالة طمأنة لكل زوار التونسة أجانب أو حتى عرب لتونس بأمن وأمان إن شاء الله. حضارات تعاقبت على هذه المدينة الساحلية التي سماها الفينيقيون حضرموت والبيزنطيون جوستينيا، فيما أطلق عليها المسلمون اسم سوسة. سوسة التي عرفت بكونها الوجهة السياحية المتوسطية المفضلة لدى التونسيين والأجانب على حد السواء،
يؤمها مئات آلاف الزوار سنوياً. سحرني الجمال، جمال البحر، الأجواء ممتازة ومريحة والأمن مستتب. ويبقى مهرجان أوسو بمثابة العنوان الأبرز لجوهرة الساحل، والواضح أن بين أوسو وسوسة قصة عشق لا تنتهي. Thank you.